السيسي خائن ليس يعني كلام أنا بقوله بدون دليل. السيسي خائن إن هو فرط في الأرض وفرط في العرض وأسال دماء المصريين. إحنا النهاردة بنقرع الأجراس بنقول السيسي خائن، السيسي مشروع صهيوني، انتبهوا يا مصريين، الأمر جل خطير. يعني في الآخر إحنا نتحدث عن واحد فرط في مياه نهر النيل والمصريين هيموتوا من العطش، واحد فرط في غاز البحر المتوسط، واحد بيفرط في تيران وصنافير، واحد بيفرط في أرواح ومقدرات المصريين، واحد يعني بيدمر وبيصيب المصريين بالأذى برفع الأسعار بينما هم يعني في جمهوريتهم جمهورية الموزة العسكرية بيرفلوا في النعيم. انتبهوا يا مصريين، يد واحدة في من أجل إسقاط حكم العسكر، يسقط حكم العسكر ويسقط السيسي الخائن. عرفت إنك خاين لما قتلت عيالنا وولادنا وأهالينا في الشوارع في وسط القاهرة في عز الظهر. عرفتك خاين لما فرطت في العرض وفرطت في الدم، واللي هان عليه العرض والدم يهون عليه العرض والأرض. عرفتك خاين يوم ما بعت الأرض. السيسي خاين. مفيش شك ان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للوهابيين في السعودية للحفاظ على كرسي الحكم في مصر هو خروج عن الالتزام بالدستور المصري والأحكام النهائية التي وصمت تلك الاتفاقية بالبطلان والانعدام، وهذا هو دليل واضح على عدم صيانة الأمانة من جانب المشير السيسي الذي ارتكب جريمة الخيانة العظمى بتنازله عن الأرض المصرية المقطوع بها بالتاريخ والقانون والوثائق التي اطلعت عليها بنفسي في الأمم المتحدة. إن الأمر لم يعد يحتاج دليل على أن المشير السيسي خائن خائن خائن. السيسي خائن، السيسي خائن علشان فرط في أرض النيل وسد النهضة خلاص قرب يخلص وهيموتنا من العطش. السيسي خائن عشان بيهجر أهلنا في سيناء لمصلحة إسرائيل. السيسي خائن علشان بيبيع أرض مصر تيران وصنافير، الأرض المصرية اللي من 7000 سنة وهي طول عمرها مع مصر. السيسي بيبيعها برضو لمصلحة إسرائيل عشان يبقى الممر ممر دولي. السيسي خائن لأنه جه بدل ما يعوم الجنيه غرقه والأسعار زادت والناس مش عارفة تعيش وحياة المصريين كلها بقت مرار. السيسي خائن ولازم كلنا نتكاتف عشان نخلص منه في أسرع وقت. السيسي خاين واقع مش وجهة نظر. السيسي فرط في تيران وصنافير، السيسي فرط في مياه نهر النيل بتخاذل والتهاون أمام استكمال إثيوبيا لسد النهر، السيسي فرط في الجزيرة المصرية في اليونان، السيسي فرط في حقول الغاز المصرية اللي في البحر المتوسط لصالح إسرائيل ونفاعه في إسرائيل. يعني أثبتت الأربع سنوات أن السيسي خائن، خائن للوطن وليس خائن للرئيس محمد مرسي فقط، لكن خائن للوطن. السيسي خائن للوطن وخائن للشعب بعد أربع سنوات، بعد ما بدأ أنه دور الوطني ودور المخلص يعني وضح دوره جدا جدا بعد المذابح، وبعد المذابح التي تالت ربع والنهضة وبيع الأرض، بيع تيران وصنافير وإهدار يعني كل ثروات البلد. دلوقتي الحال في مصر المتابع للشأن المصري سواء بالخارج أو المتعايش جوه مصر إن الشعب دلوقتي يعني بيشتغل يعني بيشكو الأمرين فعلا، لأن احنا عندنا الطبقة انعدمت، الطبقة الوسطى انعدمت، عندنا حالات فقرة، عندنا كل الملفات الاقتصادية، عندنا ارتفاع الأسعار، كل الأمور دي اتأثرت علينا تأثير قوي جدا، وإحنا لا نملك غير إن احنا نقول السيسي خائن. السيسي خاين. أنا محمد صلاح سعد، ضابط شرطة مصري، بوجه رسالتي لزمايلي من ضباط الجيش والشرطة وأفراد الجيش والشرطة. الآن الأوان
لشهادة الحق وانك تقوم بدورك اللي انت مخول للقيام به في حماية الاراضي المصرية ضد ايا كان الشخص اللي بيبيع حتى وان كان رئيس الجمهورية. قسمك كان للشعب وللولاء للارض ولله مش لرئيس او شخص. دلوقتي الكل عارف ان السيسي خاين بيخون مع اسرائيل بشكل وقح وبشكل بواح. والرسالة التانية بوجهها لهم برضو ان اوعى تموت وتقابل ربنا وانت قاتل واحد وتكون حجتك زي اللي جت في الآية في سورة الأحزاب، ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلة، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرة. ومش هيطلعك، مش هيطلعك الكلام ده من عذاب جهنم انك تقابل ربنا وانك قتلت واحد كان بيدور على كرامته وبيدور على حماية الارض اللي المفروض انت اللي مستلم سلاح وان انت اللي تقوم بهذه الحماية وهذا الدور، في ان المجرم عبد الفتاح السيسي هو الخائن الاكبر والخائن الوحيد، هو اللي بيبيع الارض للكيان الصهيوني علشان يخرب البلد بشكل ممنهج. ده مجرم ولابد ان انت تكون عارف ان السيسي خاين. لا مش خاين، لا لا السيسي من خاين مش خاين، معلش اسمح لي، ده توقف على تعريفك انت للخيان. هو اللي يصون اهله وناسه وشعبه واخواله يبقى خاين؟ اللي بيخدم وطنه مش خاين مهما كان وفي كل الاديان. السيسي خدمنا وخدم الهيكل، انه ضرب اعداء الهيكل بأسوأ واخر مما هو موجود في هيروشيما ولا نجازاكي. هيروشيما ونجازاكي قاموا بعد فتره، انما اعداء الهيكل لهم شؤون تاني 30 40 سنه قدام. وكما هو مشهور في الاغنيه المصريه الفولكلوريه بتقول العتب بجزاز والسل النيل في نيله، واللي يخون أهل وطنه يستاهل الحرق بجاز يا يا مصريين.